انتوا دلوقتي بتسمعوا يلا غنى مع منال الخولي ومنال حسن والمخرج احمد بركات. يلا غنى يلا غنى. وزي ما وعدناكم كل مستمعي يلا غنى هيكون معانا الفنانه الاستاذه ناهد شاكر ابنه اخ الفنانه شاديه بالاختصار بنتها. مساء الخير يا ناهد. ازيك يا منال؟ ازيك يا حبيبتي؟ يعني طبعا بقاء لله، وهي زي ماده السعاده للملايين سواء في مصر ولا خارج مصر في كل الدول العربيه، وكانوا بيعشقوا شاديه وقالوا عليها رمز التفاؤل والسعاده ودلوعه السينما المصريه. اكيد اكيد طبعا هي حتى في يوم زي ده احنا بنهدي لها كل السعاده، لان انا عارفه ان هي كان نفسها تقابل ربنا. والله يا منال انتوا عاملين حاجات حلوه قوي بقالكم كذا يوم. والله انا متابعه، احنا على طول اذاعه الاغاني على طول، الواحد بقت يعني طقس يومي في حياه اي حد يعني، ربنا يخليك، خصوصا الفنانين رسامين اصحابنا على طول مولعينها وهم بيشتغلوا، واحنا بنشتغل على طول يعني. دلوقتي اهو في فنان لسه بعت لي بيقول انا قاعد مستنيك، انا مصطفى رحمه، وفنانين لسه قاعدين بيسمعونا دلوقتي رسامين. وبعدين ما شاء الله قاعده عريضه من الناس في كل حته، في الراديو قصدي في العربيه في اي حته، فدول حقهم علينا علشان عمتي وعشقها وكده. لازم لازم الواحد يقول لهم بس ولو حتى يقول لهم يعني الحلوه اللي كانت في القلب دي على طول، وهتفضل في القلب على طول على طول. والله يا رب. انت جميله يا ناهد، انت اللي جميله يا منال، فعلا فنانه بكل معاني الفن الجميل. انا عايزه يعني تقولي لي، زي احنا عارفين شاديه الفنانه كلنا كنا بنشوفها في الافلام وروحها، اصل روح الانسان لا تتجزا، هي روحها باينه في الافلام وفي اغانيها وفي طريقه تعاملها مع كل زمايلها الفنانين. لكن انا عايزه اعرف منك انت، انت طبعا هي كان نفسها يكون عندها اولاد، انتوا كنتوا ولادها، قولي لي تعاملها معاكوا ازاي في البيت يعني الله يرحمها. عندها اولاد فعلا، وبعدين ربنا رزقها بولاد اخوها واولاد اختها اخواتها، يعني عندها اتنين بنات اخوات عفاف وسعاد رحمة الله عليها، وعندها ممد اللي هو محمد وطاهر اللي هو الصغير اللي هو ابويا. وهم كانوا قريبين قوي من بعض، طاهر وعمتي. عمتي تعتبر امي يعني، علشان اريح الناس اقول لهم على طول ايه، الكلمه دي دايما كنت بقولها لها من اول ما اتولدت وفضلت اقولها على طول. ايه مش شاديه لكن ايه، ايه مش عارفه البيبي الصغير لما بتدي ينطق بياخد الكلام صعب عليه. ايوه هي اتعودت بقى، وبقيت على طول اول ما اشوف اقول لها ايه، وحد تاني بيقول لها يا زوزو، حد تاني بيقول لها يا شوشو، حد تاني بيقول لها فاتوش. فاتوش ده بالتركي يعني فاطمه. مينات بنت عمي محمد بتقولها فاتوش. بصي كل واحد فينا اتولد على ايديها يعني بجد بجد بجد. احنا كم واحد، تلات ولاد وتلات بنات. تمام. ليلى بنت سعاد اتولدت على ايديها، هي كانت معاها في المستشفى واتولدت على ايديها وفضلت معاها على طول. دي بنتها الكبيره، تعتبر الكبيره بتاعتنا. وعندك ياسمين، مينات، وايهاب، دول اخوات، وجيم، دول ثلاثة اللي هو دكتور كمال في امريكا. دول على طول يعني معاها. انا كان ليا يعني حظ تاني ان انا يعني مش عارفه احكيها دي. انا كانوا ما كانوش عايزيني. ايوه يعني كانوا مكتفين. لا ماما وبابا، ماما تبقى بنت عم بابا، فكان عندهم ظروف في اول طفل كان تعبان. فقالوا البنت دي بقى، ما كانوش عارفين بنت ولا ايه، لا احنا هننزل بقى البيبي. فنزل فعلا التوأم بتاعي. بعدين ماما لقت نفسها حامل برضه. ف وقتها ايه دخلت قالت لا البيبي ده بتاعي خلاص خليه، لان كان خطر على الام انها الفنانه شادي قالت البيبي ده بتاعي. ايوه وهي معروفه القصه دي. وبعدين ففعلا انا اتولدت في حضنها.
يا على طول في حبيبتي. حضنها، قاعدة في حضنها آه. رايحة جاية. حتى العملية وأنا عندي 3 سنين شافوا عندي كده حاجة غريبة في إيدي ايوه عند البطن، اه أخدتني هي حبيبتي لفتني بالبتاع اه وراحت على المستشفى وعملنا العملية هناك يا وفضلت حبيبتي. تحتني في حضنها. وبعدين كانت جميلة جميلة جميلة، كانت كانت بتتعامل حاسة معاكوا ازاي؟ انا ما عايزة اعرف. بقولك واحنا صغيرين تقعد اه تلعب معانا استغماية في البيت. ايوه كان في دولاب كده فيه البصل والتوكة نروح نستخبى فيه وهي عارفة ان احنا قاعدين جوه، استخبى لها تحت السرير تقعد تلعب معانا استغماية اها. انا شفت لكم صور كتير كمان في الجنينة، في فيلتها، في في كانت في الفيلا الهرم بتاعتها. اللي الفيلا كانت. بتاعتها دي كانت جابتها اللي هي قدام محمد فوزي، اللي في فيلا محمد فوزي المنصورية مش كده؟ في المنصورية قدام. دلوقتي بقت جامع صح؟ بصي بقى يا ستي، هي اتقسمت نصين لان في ارض ما كانوش محتاجينها، مش نصين، 3 ارباع وربع ايوه. اتعملت عليها الجامع، اللي هو الموضوع اللي اتعمل مع مصطفى محمود الله ايوه يرحمه، كان راجل جميل شفته كذا ايوه مرة عندنا. ايوه فاخذ هو العمل مستوصف الصحي اللي في الجامع، وهي بنت الجامع وسميته جامع الرحمن، كانت عايزه تسميه خديجه على اسم ايوه مامتها ايوه بس كان الاسم اتاخد فسمته ايوه جامع الرحمن، يا حبيبتي وراحت صلت فيه ورحنا صلينا كذا مره هناك في ما الدور شاء الثاني الله بتاع الستات، ما شاء الله. وعملته جامع. والنص الربع الثاني اللي فاضل اخذه فنان رسام صاحبنا اشترى منها ايوه عمر الناجي انا الله عايزه يكرمه. اعرف يا ناهد، هي كانت شقيه يعني؟ يا لهوي كانت شايف؟ شقيه. أنا بصي، انا واخده منهج السعاده، انا مش عايزه نبقى عارفة حزن والكلام. معلش احنا ظروفي بس النهاردة عشان انا أنا لسه عارفه جاية من طبعا، الدفن. انا عارفه والله، بس عارفه لما تحسي ان انت حد اداكي سعاده وعايزه كمان تنقلي السعاده دي ليه هو، وهو أيوة فاهمة. دلوقتي في طريقه لحياه تانية جميله ان شاء الله. بصي السعادة كلها تتلخص في القعدات العائلية بتاعتنا اللي على طول كنا بنقعدها، كان ابويا وهي، بس ده الذاكره بتاعت الواحد، في البلكونة. البلكونه بتاعتها اللي هي بعد كده الصوره اللي انا حطيتها على الفيسبوك ايوه للستات. ايوه ايوه لا انا عندي قوليلي صور كتير ليها البلكونه دي. الاكلات اللي كانت بتحبها ايه؟ بصي بقى هي بتحب الكباب قوي والكابوريا، فابويا كان الكابوريا. يقعد، ابويا كان نامه خفيف جدا جدا يعني، كان حاجه كده بس توفى وانا صغيره 12 ايوه سنه، ايوه فكملته عاد عندها بقى على طول على طول على طول، ودخلتني الجامعه ايوه وجوزت من عندها في بيتها. تمام. فكانت تقعد تاكل كابوريا، فكان يقعد يهزر معاها يقول لها في حد في الدنيا ياكل خشب؟ انت بتمصمصي خشب؟ يقعد ايوه يتريق عليها لان ابويا كان بيحب الاكل الهوبر يعني. ايوه 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 مش عايز حاجه تعطله. لا فهي ما لا، بتحب، هو كانت كان بتحب، هي اكيل، كانت بتحب تمزمز يعني، تحب تاكل هي معاني يعني. مزاجنجية عارفة يعني، وتعرف أكلات غريبة جدا يعني، تلاقيها تحب الممبار، تحب تكلم الراجل بتاع الجزار يا حبيبة قلبي ايوه يا حبيبة قلبي يا حبيبتي الله يرحمها الله الله يرحمها. يرحمها، تحب قوي تكلم الجزار تقول له بقى على أماكن عايزة الحاجات مش اللي هي عارفة ايه، عايزاها. عايزة ايه، مزاجي في ايه. كان بتعرف تطبخ يا يا ناهد؟ لهوي يا لهوي انت فكرتيني يا منال يا خرابي. لا لا بتعرف احلى تطبخ، اكله كانت بتعملها لكم ايه؟ احلى اكل، انا احلى اكل دقته في حياتي من ايديها احلى اكله كانت ايه بقى بتحبيها قوي من ايديها يا تقول لها خرابي. لا يا دي بصي دي لو دخلت المطبخ عملت امارة عيش هيبقى حلو. نفسها حلو يعني. لا 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 دي ست بيت ممتازة ايوه في الاكل. بصي يا ستي مرة انا فاكرة كويس كان اسمه ايه ده مشروع الزيتون، عملنا كمية زيتون، هي كانت عايزة مش مشروع يعني بتخللوا نبيع او لا، زيتون يعني؟ خللت كمية زيتون، جابت الزيتون التفاحي قعدت خللته وقعدنا كلنا بقى نخلل معاها، تخللوا معايا. ما شفتش في حياتي ولا هشوف لغاية ما يطلع من بقي احلى الله زيتون، وحتى معاه فلفل يا حبيبتي. زيتون تفاحي. لا وفي اكلة اسمها امام بيضي اللي هي يعني مين؟ الامام بيضون يعني، دي كلمه تركي ايوه يعني معناها الامام اغمى عليه يعني، ايوه لما اكلوا اغمى عليه، هي الفكره من كده يعني. حلاوتها يعني. هو عباره عن بتنجان عروسي متحمر ومحشي من جوه زبيب وصنوبر. الله ده لا دي كانت جباره في الاكله دي، والفاصوليا احلى. الساقعه اللي هي بتعملها فاصوليا مسكره ساقعه، يا نهار ناهد ابيض. امتى كانت سعيده قوي يعني؟ تفتكري انت عشتي معاها فتره طويله، امتى كان يعني اوج سعادتها، او كانت امتى مبسوطه قوي وسعيده وقالت لك انا مبسوطه قوي يا ناهد؟ كان دايما طول ما ابويا موجود معاها
وقاعدين تسمعيش غير بناس بيضحكوا بيلعبوا تمام طاولة طول تمام الوقت وبيشربوا القهوة بتاعتهم تمام في كوبايات كبيرة كده تمام ويقعدوا يضحكوا. أو وقت بقى ما يكون إيه رمضان، يا نهار أبيض طقوس الله. رمضان دي كانت جميلة جمال. ايوه هي بقى رمضان يجي من هنا وتلاقي بقى المتعة كلها، السفرة عندنا في البيت تمام في شارع براد اللي في الجيزة كنا ايوه قاعدين قدام هناك. جنينة الحيوانات انا عارفة. أيوة ايوه 49، أيوة دي عمارة شادية. قوليلي قوليلي يا ناهد، هي يعني شادية اتغيرت بعد ما التزمت او بعد ما لبست الحجاب وتوجهت الى الله سبحانه وتعالى؟ بقت شقية أكتر، والله بقت بجد؟ شقية على طب طول. احكيلي. بس هي بصي هقول لك على حاجة، تربيتها تربية تركي صعبة. ايوه يعني أنا اتربيت في بيتها زي ما بقول لك، كنت بروح الجامعة من بيتها، عشان كنت بروح الجامعة أمريكية دخلتني الجامعة. كانت تاخد محاضراتي وتاخد مواعيدي وراجعة إمتى وتبعت لي ايه الشيطور ده يا صارمة فندم. يعني، لا 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 لا، هي وأروح ماما معرفش أجيب جامدة التليفون يعني، ومعرفش أنزل وحاجات زي كده. لا ماما صعبة جامدة يعني. صعبة. لا وقبل ما تتحجب برضه هي تربيتها تركي، التزام. وجدتي أنا تركية مامتها خديجة، فأنا يعني ماما بالتركي. ايوه ف يعني هي ما قالت انا انجندم انجندم لما قالت في الفيلم بتاع ايوه اضاء المدينة، ايوه في الأضواء فاكرة؟ المدينة ده، فخدتي ايوه بالك من الاكسنت بتاعتها، انا الاكسنت التركي مية استغربت مية. بس قلت هي متدربة، لكن ما اعرفش لا ان هو هما بيقعدوا الاصول يتكلموا يلبلبوا تركية. تركي قصادي على طول ليل نهار كده ايوه وانا ايوه بفهم شوية يعني. ايوه ايوه فبس مع ذلك على فكرة حكاية تركي وانها بيتكلموا تركي وكده، انا ما شفتش واحدة مصرية زي الست دي. ايوه انا دي جننتني، ده انا كنا احنا لسه عيال ما نفهمش يعني ايه مصر يا 12 ستي سنة كفايه اما 13 سنة. غنت يا حبيبتي يا مصر قلبها، شوفي عامل ازاي، ولا مصر اليوم في عيد لما حررنا سينا. لا لا لا، في شعور طالع من عينيها، في اشعاع طالع هي من عينيها. بتعشق مصر يا خرابي. ايوه كنا بقى احنا عندنا 12 13 سنة نقول لها يعني ايه بقى مصر، ولا اقول احنا مسافر امريكا، ما كناش لسه فاهمين، لسه كنا ايوه الواحد لسه ما ايوه عندوش وعي. ايوه طبعا. كانت كنا بنتهزق تهزيق ونتبهدل بهدلة، وانتوا بسمعكمش وبهدوا، لا وتزعل وما تكلمش معاكي، ايوه لا ايوه يا حبيبتي. وتخاصمك بالثلاث اربع ايام، ايوه انتش فاهمه يعني ايه مصر. ناهد قولي لي، في الايام الاخيره في وقت تعبها، يمكن الناس ما تعرفش الوقت ده، انت كنت قريبه منها جدا، انت طبعا وبقيه ولاد ايوه طبعا. اعمامك، عايزه اعرف يعني تفاصيل الفتره الاخيره، اخر اسبوع حصل ايه؟ بصي هي من 3 سنين حصل لها الفيلير بتاع الرئه دي، ومن وقتها تعبت وابتدى بقى يعني الموضوع تدريجيا، بس كانت واعيه وبتتكلم معانا على طول، بنهزر بنروح كل جمعه نقعد ناكل معاها تمام. الكباب وكده. بعدين اللي حصل ان قريبا حصل لها الجلطه زي ما معروف دون، ايوه وفاقت من الجلطه، ايوه بس كانت طول الوقت نايمه طول الوقت نايمه، يعني انا ادخل تلاقيها نايمه ايوه او يعني بتتكلم قليل. ايوه بعدين يعني انا يعني ما فيش داعي الواحد يقول حاجات، بس هي ما فيش حاجه وحشه يعني، بالعكس هي مسكت ايدينا وقعدت نلهتنا باسامينا، وقعدت انا اهزر انت معاها مش تاني. اكلتيها يا ناد؟ ايه انت مش سالتيها عايزاها ما انا تكلمك، ما انا عايزاها تكلمك، قمتي قلت لها اجيب لك تاكلي ايه، حابه ما تاكلي ايه؟ هو عشان هي كانت تاكل وقتها بالعارفه ايوه الاكل بالتيوب. المهروس بالتيوب بالتيوب. وكده، فقعدة بهزر معاها عشان زي ما تقولي اجوعها وكده، افكرها بيوم الجمعه اللي احنا كل مره بنقعد فيه. ايوه فقلت لها ها النهارده هناكل ايه بقى يا جميل، اجيب لك النهارده كباب، الحاجتين اللي بتحبهم قوي كباب ولا رنجه، ايوه راحت قالت لي كباب. يا فرحت نادها حبيبتي. ايهاب، ايهاب ابن عمي، قلت له ايهاب الحق ايهاب، لان راحت نادها له هي كمان، ايوه قلت له هات عيش سخن بقى وهات طحينه هنقعد ناكل النهارده ومش يا عارفه ايه، حبيبتي. عارفه اللي هي اللي بتفوقيها ايوه عايزه بتفكريها. تخليها تنعنش كده يعني، تفرفش. وبنت عمي برضو مينات راحت قايله لها بقى يا شوشو نقعد على الترابيزه ناكل مش عارفه ايه، راحت دي يا حبيبتي مبتسمه. وبعدين والله قعدت اطبطب عليها اقول لها فاكره انت اللي اديتيني الدواء، امي ما ادتنيش الدواء ايوه وانا عيانه في عيانه ايوه في السرير عندك في الاوضه، ايوه فاكره مين اللي كان بيديني الادويه، مين اللي كان بيصحيني الصبح الفجر والله العظيم يا منال كانت ايوه بتصحينا كل يوم الفجر يا انا حبيبتي وجدتي بتفاح متقطع علشان نقوم نصلي الفجر. يا قلبها، يا قلبها الجميل والله ولا ستي. وايه يلا يا ناهد قومي، فانا كسل ساعات كده تروح بقى غضبانه، اسكتي بقى الزعله بتاعتها وحش، تقومي جاري زي الجزمه. يعني هي انا عايزه انقل للمستمعين ان هي لاخر دقيقه كانت جميله، لاخر دقيقه كانت الحمد لله واعيه، وما كانش في حاجه وحشه خالص، كانت لو كان ايديها تتحرك كانت
هي بتتحرك كل وبصحتها حاجة وزي بتتحرك. الفل وكل حاجة، اه اه يعني هي إن شاء الله بإذن الله ربنا راضي عنها بإذن والله الله كان يعني. يومها النهارده سلس سلس احكي لي النهاردة وسهل مين اللي وجميل بتشوفتيه النهاردة في الجنازة والله. بتاعتك؟ ما لحقناش احنا، ما لحقناش على طول، كانت حبيبتي ما لحقناش يعني. كان يومها جميل وسهل والله يا منال، ايوه وناس كتير حبايبها بقى جم، حبايبها كتير. النهارده كانت الجنازه سريعه، انا اللي سمعته ان هي كانت الجنازه سريعه جدا، وكانت ملحقناش زي ما بنقول كده الرضا، يعني ان الواحد قوي. ايه يقول من علامات رضا ربنا ان البني ادم يبقى بيجري عشان يقابله يعني. كان طاقة نور كأنها موجودة على طول ما طول شاء الوقت، الله ما شاء وحتى الله الصلاة يعني سبحان الله مش عارفة ازاي ما لحقناش نصلي ما شاء على الله طول يعني. حتى انا واخدة قلت هروح للساعة ونقرأ قرآن، ما شاء سبحان الله الله كله 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 ما بسرعة. شاء الله ما شاء الله والطرق هناك ده بتاع صلاح سالم، احنا في مقابر قدام عبد الحليم هي مقبرتها قدام مقبرة عبد الحليم في الشارع حافظ. اللي قدام عبد الحليم على طول. تمام فمكان ده طريق صلاح سالم بقى ورايحة البساتين. الدنيا زحمة جدا لا بتبقى. ايه ده، ده انا كنا بنجري بالعربية، انا ماشية على الله 80 أكبر الله ما أكبر ما شاء الله حبيبتي. وبعدين دخلنا بقى، بس ما شاء الله الناس بيحبوها قوي قوي في كل حته، الناس طبعا جمعين متجمعين بكميات رهيبه، احنا ما كناش عارفين لا نمشي ولا ما نطلع شاء ولا الله نروح ولا ما شاء نيجي، كل دي رحمات رحمات طبعا من ربنا ورحمات وناس تدعي لها، واسمعي في الجامع كله امين ورا بعض، ما شاء حاجه الله ما جميله شاء الله. جميله ربنا جميله. يجعله يا رب في ميزان حسناتها الله يخليك يا ويثبتها منال، عند السؤال بإذن الله، الله يخليك يا وإن حبيبتي شاء الله بإذن الله تكون في الجنة وسعيدة، وربنا يا رب يسعدها زي ما أسعدت ملايين، وبفنها المحترم يا رب. هي المحترم كانش بتنام المحترم. غير على صوت الإذاعة على فكرة، يا فعشان حبيبتي كده الإذاعة يا أنا حبيبتي قلت لازم لازم أتكلم يا معاكم علشان حبيبتي يا الناس نهد وعشان حبها للإذاعة يا نهد حبيبتي. بجد انتي أنتي الجميلة يا مش منال يا رب، اسعدتيني انا، انتي اسعدتي ملايين يا انك رب الناس اتكلمتي عن تطمن بس حبيبة عليها ومعبودة الجماهير. والنبي ادعوا لها. وأهم وصية دايما حبوا، حبوا بعض، حبوا مصر، ايوه ايوه حبوا يا بعض، حبيبتي حبوا مصر، ان شاء حبوا الله مصر والنبي يا جماعة. ان شاء والله الله. هو ده هو قمر ده، كانت ما قمر. تعرفوش احنا قاعدين في ايه، مصر دي ايه. ايوه ايوه الله يرحمها ويحسن اليها. الله يخليها كل المستمعين دلوقتي وكل مستمعينا في يلا غنى واذاعه الاغاني، كل اللي سامعيننا كلهم يقولوا الله يرحم الفنانه الجميله شاديه فاطمه شاكر الجميله اللي مالت حياتنا كلها سعاده وتفاؤل وحب، واحنا بنودعها بكل سعاده وتفاؤل وحب عشان ان شاء الله باذن الله ربنا يتقبلها بقبول حسن باذن الله. انا بشكرك جدا يا نهد ربنا وتعزيه يخليك يا منال. الخالصه وتعازي كل جماهير ومحبي الفنانه الكبيره الجميله شاديه فاطمه شاكر معبوده الجماهير واللي مالت حياتنا كلها سعاده، انا بشكرك جدا وتعزيه الخالصه. اشكرك جدا اشكرك. شفت القمر على طلعتك بالي انشرح، وقلت امتى في رجعتك يجي الفرح. شفت القمر على طلعتك بالي انشرح، وقلت امتى في رجعتك يجي الفرح. قلبي طار